السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا قراءة الإمام وهو يقرأ في الركعة الثانية آيات من سورة آل عمران، ومنها قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. في هاتين الآيتين يبين الله تعالى أمورا عظيمة، منها أنه سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا من البشر أو من الملائكة لنبي من أنبياء الله تعالى، إذا أرسل رسولا من البشر أو أرسل ملكا من الملائكة إلى رجل من الأنبياء، فإن هذا الرسول وهذا الملك لا يأمر أحدهما الناس بأن يكونوا عبادا له من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. ومعنى ربانيين كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. الزول اللي بيعلم الناس الأمور الواضحة والأمور من أصول الدين والأمور التي يقوم عليها العمل الصالح ويقوم عليها دين الإسلام، وعلى رأس ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك رب العزة والجلال قال في نهاية الآيتين: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فبين أن الذي يعبد ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل أن هذا على الكفر، والذي يأمر الناس بعبادة ملك من الملائكة أو رسول من الرسل فإنه أمر الناس بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وعشان نبقى واضحين، يعني وضوح واضح جدا، الآن في البلد دي في صوفية، وهؤلاء الصوفية كما سيأتي البيان إن شاء الله، نحن جبنا معانا بوجة مخلاية عشان نوري الناس بالكتب إن شاء الله تعالى. الصوفية ديل بيدعوا إلى عبادة غير الله، ويدعون الناس إلى الغلو في البشر. وللأسف الشديد سكت الكثيرون ممن يعرف التوحيد رغبة أو رهبة، وللأسف الشديد صرنا في غربة بين المسلمين الذين يستمعون إلى الكفر ولا ينكرونه، بل ولا يتركون من ينكره. في ناس لا بجدعوا لا بجيبوا الحجار، لا بخلوا الناس اللي بجدعوا لا بخلوا الناس اللي بجيبوا الحجار. ما في ناس ما بجدع وما بجيب الحجار، واقف بس هاي ديل لو قاعدين براون، نحن تراونا جدع وفي ناس بيجيبوا الحجار، لكن ديل لا بجدعوا لا بجيبوا الحجار، لا بخلوك انت تجدع ولا بخلوا الناس يجيبوا الحجار. والشغلة جايانا مو جايانا حجار، جايانا ألقام وجايانا قنابل وصواريخ تهدم دين الإسلام والذي رفع السماء. وناس كذبة في البلد دي في الرفاعة دي جولون ثلاثة ولا أربعة سنوات خلوا النوبة شغالين هن، لكن لقوا السوق بتاع النوبة ضعيف شوية، تل 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 شغلة دي ضعيفة شوية، قاموا دارين يتخذوا أسلوب تاني، الأسلوب العلمي، دارين يخشوا في الكتب، وفي الكتب خشوا غلط. ريت لو خشوا صح كان عرفوا الدرب، ولو خشوا بينية كويسة، الزول الخشة بينية تمام ده الله بيهديه للحق، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو خشوا في الكتب ونحن جينا معاهم في الكتب دي، خدتناه في الواطة أو خدتناه هن
وقعدنا نتناظر، الناس بيعرفوا الحق إن شاء الله تعالى. لكن للأسف يجيبوا الكتب ويكذبوا على الأئمة. جايبين أسبوع من ضمن العناوين قال ابن تيمية المجسم، وأنا في ناس سفلة بنتسبوا إلى السنة والذي رفع السماء. ديل للأسف الشديد يقول لك أنتم بتتكلموا في الناس وما خليتوا الناس وكلامكم من غير حكمة وإلى آخره. ودي إمام من أئمة المسلمين جزاه الله خيرا عن الأمة وعن المسلمين في بيان الحق. بس خلي تصنيفاته الباقية، عنده الفتاوى فيها 37 مجلدا، 37 مجلد، المجلد واحد فيه 400 صفحة وحاجة، واحد 500 وحاجة، واحد 600 وحاجة. ما خلى عقيدة، ما خلى فقه، ما خلى أخلاق، ما خلى معاملات، ما خلى ما خلى ما خلى سلوك و إلى آخره، ما خلى الرد على أهل البدع وعلى الفلاسفة وعلى الملحدين. دافع عن الإسلام جزاه الله خيرا وهو غير معصوم، لكن ديل بيكذبوا عليه. وجبنا كتاب من كتبه أوريك إنه الناس ديل كذبة، وبعد ذاك أوريك كتب والباطل الفيه. قالوا ابن تيمية مجسم، ابن تيمية مجسم. بيعنوا بمجسم ده شنو يعني؟ دارين يستفزوا الناس إنه ابن تيمية بيقول الله عنده يدين والبشر عندهم يدين، والله عنده وجه والبشر عنده وجه، مع عندهم وجوه، معناه مثلوا الله بالمخلوق، وده كلام باطل. ابن تيمية بيثبت ما أثبته الله في كتابه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما في العقيدة الواسطية، كتاب العقيدة الواسطية. وده زول من القضاة أو من الأعيان رسل له وقال له ورينا العقيدة الصحيحة، كتب له الكتاب ده، زول من واسط كتب له الكتاب ده وسماه العقيدة الواسطية. المهم يقوموا يقولوا الله، يقولوا ابن تيمية مجسم ذيل، ويحاولوا يجيبوا بعض الكتب لابن تيمية رحمه الله ويلبسوا ويدلسوا ويبتروا. وابن تيمية بجيب ناس من أهل الباطل وبرد عليهم مع الصفحة وصفحتين، أو بيجيب كلامهم في بداية الصفحة في نهايتها برد، ومرات يرد قبل ما يجيب كلام أهل الباطل، يقول الحق كذا وبعض الناس ضل فقال كذا وكذا. لفظة الجسم دي قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وردت في القرآن في موضعين. الجسم، لفظة الجسم دي وردت في القرآن في موضعين، موضع في سورة البقرة في قصة نبي الله داود لما قال للقوم إن الله بعث، إن الله شنو؟ أيوة. وإذ قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في الجسم، في العلم والشنو والجسم، في العلم والجسم. دي لفظة الجسم. تاني في موضع تاني في سورة المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك شنو أجسامهم. لكن القرآن من أوله إلى آخره الله سبحانه وتعالى ما وصف نفسه إنه جسم. أفهم الكلام كويس؟ ده كلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الأئمة والسلف والصحابة لفظة الجسم، أن الله جسم دي قال ما في. ده هو بين في المسألة دي، قال والناس اللي بيقولوا لفظة جسم بدعة، والناس اللي بيقولوا لفظة جسم أن الله جسم قال ده من الدين، قال ده كلهم خالفوا منهج السلف. قال السلف لم يتطرقوا إلى هذه الكلمة لا إثباتا ولا نفيا. جيب الكتاب ده أنا بوريك له، والذي رفع السماء. طيب، وقال أول زول ذكر لفظة الجسم قال اسمه هشام ابن الحكم قال الرافضي. وأنا الكلام ده دايرك تسمعه، لأنه الناس ديل بيكذبوا على المسلمين، ولأنه لو أنت داعي إلى الله تعالى أو من عامة المسلمين تعرف الحق. ده كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية
طيب ذا كتاب مجمل اعتقاد السلف اللي هو من مجموع الفتاوى الجزء الثالث من الفتاوى. طيب قال الألفاظ اللي بتخاطبوا بها قال على قسمين، ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة ودي ما فيها غبار أصلا ولا فيها إشكال، وفي ألفاظ بيقولوها ناس غير الكتاب والسنة. قال الزول اللي بيقول اللفظة دي ننظر ماذا أراد بها، إن أراد معنى صحيحا قال نقول له ما ذكرته من معنى صحيح فهو مقبول، أما هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة زي لفظة الجسم، وإن أراد معنى فاسدا كتمثيل الخالق بالمخلوق نقول له كلامك باطل لفظا ومعنى. ده كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب ده اللي بيجوا هنا الصوفية في الساحة الشعبية هنا والله الذي لا إله غيره واسعة يجوا يتكلموا فيها، لكن بفضل الله أنا بضيقها عليهم. هسه أمس مشيت تكلمت في الجامع ده كواس هنا والعيشة بمشي مكة وتاني بكرة إن شاء الله ماشي وبعد بكرة بجي وبلف البلد دي كده شفتها. الزول الدار الحق الله يتقبل من انشره الناس الله بينشره وبيصلوا الحق، والدار الباطل ودار يقتحم جهنم على بصيرة فله ذلك وإلى الله المشتكى. طيب قال صفحة 81 ودي جوا الفتاوى اسمها التدمورية، تباري الحزبيين ديل لا يعلموك تدمورية لا واسطية، وواسطية ذاته يشرح لك شرح قد ما تستفيد منه ذاته، لا حموية لا سفارينية لا الكتب العلمية المفيدة، ما لقينا زول قاعد يشرح كتاب الإبانة يبين للناس أصول الديانة والعقيدة، ولا يجي يشرح الكتب السلفية الواضحة النقية ويشرحها ويربطها بالواقع ويحارب أهل الشرك وأهل البدع وأهل الحزبية المقيتة البغيضة وإلى الله المشتكى. صفحة 81 والرجل ده نحن بندافع عنه لأمرين، الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي وهو حديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، وفي لفظ ذكره النووي في رياض الصالحين من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، عشان كده الصحابة درجوا على الرد عن عرض إخوانهم. لما قال رجل من بني سلمة لما قال عن كعب وقد سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ده منهج الصحابة بدافعوا عن الزول على الحق والزول المسلم والمستقيم وغيره بدافعوا عنه بوجه حق. طيب صفحة 81 قالوا ابن تيمية مجسم فالكذب ذيل. طيب قال ولهذا ده ابن تيمية ذاته ده كتابه، ونحن لما نهاجمهم ما بنجيب رد زول عليهم الآن بنجيب كلام ذاته هذه كتبهم. هسي بوريكم قالوا شنو الصوفية مناس يقول لك ما يتكلم فيهم، لا بتكلم فيهم وفيك انت ذاته انت يتمهل شوية. واحدين كمان جابوا وهمة جديدة قال بيشيلوا عكاكيز ويجوا يضاربوا، نحن يعني نتأدب أدب ده الحمد لله بنتأدب، زول كبير جدانا كف بيجاي بنقول له الكف فيه نهي، لكن ما ممكن تدينا غاية بنية بناكلها زي، لكن شاب ده والذي رفع السمائيين دي بما ملكت من قوة أوري والحق بالحجة والبيان وإن أراد بغير ذلك لقيه. ناس نزل الله العافية تربية ذات السفلة. قال صفحة 81 قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص، ده كلام ابن تيمية، ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، هو بقرر المنهج السلفي وبقرر العقيدة السلفية والألفاظ اللي بيستخدموها السلف، قال لم يسلكه أحد من السلف والأئمة فلم ينطق أحد منهم، يعني من السلف وشنو والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم
فلم ينطق أحد منهم من السلف والأئمة في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا الكلام ده لفظة الجسم ولفظة التحيز والجهر والجوهر إلى آخره، قال بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. رأيك شنو؟ قال ده كلام مبتدع ذاته، ده ابن تيمية، ده كتابه، لسه أصبر شوية، ده صفحة 81، صفحة 168. تعرف النازل كذبة والله الذي لا إله غيره، صفحة 168. أما في كلمة لما قال لا نفيا ولا إثباتا، يعني في نصوص أثبتت لله صفات معينة أو أوصاف معينة، كقول الله تعالى في القرآن كل شيء هالك إلا وجهه، معناه الله عنده وجه. ولا ترد على القرآن، الله قال في القرآن كل من عليها فان ويبقى شنو؟ وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو قال لك الله عنده وجه، عنده وجه، هل وجهه كوجه المخلوق؟ تقول لا. ليه؟ لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لك الله عنده يدين، يدان؟ تقول آي. قال لك الدليل شنو؟ قل لا، الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بشنو؟ بيدي، بيدي. قال لك ها يديه زي يد المخلوق؟ تقول لا، لأنه قال ليس كمثله شنو؟ كذي موجة معنى النصوص عشان ما تخش غلط. ففي آيات وحديث بتثبت الصفة. لفظة الجسم دي الله ما ذكر في القرآن لله تعالى، ذكر في موضعين، وفي الموضعين لمخلوق، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، داك طالوت. وهناك في الموضع الثاني في البقرة، الموضع الثاني في سورة المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك شنو؟ الثاني تفتش القرآن من أوله لآخره ما بتلقى لفظة جسم، بتلقى جسد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي شنو؟ جسدا، لكن جسم ما بتلقاه لفظة جسم. ابقى رب العزة والجلال ما وصف نفسه بأنه جسم، أفهم الكلام؟ ابقى ما السلف قالوا، ابن تيمية قال السلف ما أثبتوا لفظة الجسم، واحد، ولا نفوها في النصوص. ما نفوها كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسيح الدجال وذكر أنه أعور، قال وربكم ليس شنو؟ بأعور. يبقى في صفات الله بيذكر الصفة كذي يثبتها، والرسول عليه الصلاة والسلام بيذكر الصفة أو الوصف، وفي صفات فيها النفي، وإن ربكم ليس شنو؟ بأعور. القرآن والسنة الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام ما في نص الله قال أنا جسم، ولا في نص الرسول قال أنا جسم، ولا في نص الله قال أنا ما جسم، ولا في نص الرسول قال شنو؟ أنا الرسول ما قال الله ما جسم، فهمت المسألة؟ فهذه اللفظة لم تثبت لا إثباتا ولا نفيا عند السلف، فهمت؟ هذا كلام ابن تيمية. وفي نهاية الكلام قال ده كلام مبتدع، الكلام ده بتلقاه في التدمورية هذه، وبتلقاه هنا في المجلد الثالث، وأنا تاني برجع عليك أقول عشان ما يتلبس على الناس، صفحة 81. بس برد نفسك وتحمل كلامي ده للنهاية، لأنه ده كلام بيهمك. والله الصوفية ده شفت مما أعلنوا الأسبوع ده طوالي الابتلاء، وابتلاء أصلا شغال، أعلنوا الليلة المواصلات بقت بعشرة جنيه من خمسة، طوال زي أسبوع يا دوب أعلنوه. أنا ما عارف بعد يقوموا الشغل أي تاني الناس تمشي بكرحية ولا كيف. صوفية ده الابتلاء في البلد دي. الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا. فهمت كلامي ذا؟ شرحت لك ذا كلامه، شرحت لك الآن
وذكرت لك أمثلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا من الكلام المبتدع، من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. تاني من الإنصاف تقول ابن تيمية بقول الله جسم، طيب امشي قدام صفحة 168، قال: فقال أحد كبار المخالفين، ابن تيمية ألف الواسطية، العقيدة الواسطية، وإذا عقيدة المسلمين أمشي أقرأ تلقى فيها الآيات والأحاديث وإلى آخره. بعد ذاك شنو؟ بعد 7 سنوات في واحد من أهل السلطان، من ذوي السلطان في مصر، جاب ابن تيمية حكى الكلام ذا، أنا قريته هنا في الفتاوى، جابه وجاب معاه ناس من المذهب الحنبلي وناس من المذهب المالكي، ناس من المذهب مذهب أبي حنيفة وناس من الشافعية. شوف ابن تيمية ده قوي كيف في العلم، والله وفقه موفقه، جاب ناس عندهم علاقة بالأشاعرة وناس بالصوفية وغيرهم كلهم لمان، قال لهم ناظروا الزول ده. بعد 7 سنوات قام ناظرهم وعملوا مجلسين، عقدوا مجلسين في المناظرة، وفي مناظرته بقول له أنا قبل 7 سنوات كتبت كذا وكذا، يعني لو قالوا لي أنت مشبه، بيقول لهم أنا في العقيدة الواسطية قلت بأننا نثبت الصفات كما وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، ويقوم يرجعون للكتاب اللي كتبه. طيب قام قال: فقال أحد كبار المخالفين، بناغش في ابن تيمية، فحينئذ ذاك واحد من كبار المخالفين، فحينئذ يجوز أن يقال عن الله تعالى هو جسم لا كالأجسام. ده واحد من شنو؟ الموافقين ولا المخالفين؟ المخالفين. ده رزم ناس ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له، قال له ده منو؟ ده صاحب الكتاب ذات ابن تيمية. فقلت له: أنا وبعض الفضلاء الحاضرين إنما قيل أنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم. ده كلام منه ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال، حتى تلزمنا بالسؤال ده. قال ده كلام منه ابن تيمية. لسه نذكر موضع تالي، صوفية ده الكذبة، وكذبوا على الله، كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بكذبوا على ابن تيمية وما بكذبوا على الأمة، ناس والله الذي لا إله غيره. شفت 5 وإن شئت تقول 6 وإن شئت تقول 7 الصوفية ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن لا يرضى الكلام فيهم ومن لا يرد عليهم، هؤلاء جميعا من أسوأ خلق الله. الصوفية والبناصر والبعاون والما بيرضى الكلام فيهم، زول يسيق لي الله الخلق الكون يقول الله إبليس، زي ما في الكتاب ده سيب أقرأ لك، يقول الله إبليس، وبعد ده يداوي يقول لك ما عندنا شغلة بالناس، بعد 2 3 تلقاه ماشي الصباح بدري، ماشي وين؟ الله المحكمة. ليه؟ لا في زول يصلت قال البيت ده حقه، ترى هو بيتي ده قال حقه وانا عندي اوراق بتثبت انه بيتي ده حقي. يعني عندك مشكله لما مشيت المحكمه مشكلتك في شنو؟ في بيتي، يعني في بيته يمشي المحكمه، مش يزعل ساي يمشي المحكمه. والله يسيء له الاعظم من البيت ومن الدنيا وما فيها احياء وامواتا، يسيء له وما عنده هم، ما عنده اي هم، عليك الله شوف الناس دي، وإلى الله المشتكى. طيب قال صفحة 186 من الكتاب ده، الناس تحاول تقتني الفتاوى دي، والله
حاول تشتريها وتاخدها في البيت عشان لما نكذبوا على زوزة إذا تجيب لهم الكتب. صفحة 686 ابن تيمية قال: وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، ده مبتدع. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا. هسي السفلة ديل بيقول لك كده، لك هؤلاء الحشوية وهؤلاء المجسمة وهؤلاء الخامسية يا ذول. قال: وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا. أساء لمنه؟ لعبد الله بن عمر. طيب، قال: فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا، ديل المعتزلة. طيب، كما تسميهم الرافضة الجمهور. طيب، وقلت ده ابن تيمية صاحب الكتاب، قال: وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني. أنا ما قلت لك قبل عملوا شنو؟ مجلسين. قال: وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني، أول من قال إن الله جسم هشام ابن الحكم الرافضي. ده برد على الرافضة، وقال أول زول قال الله جسم ده منه؟ هشام ابن الحكم ياتو الرافضي، وبرد على منه؟ الرافضة، وبين لفظة الجسم. تجي تقول ابن تيمية مجسم عليك الله، الناس زي ما كذابين. عشان كذي الألباني في تعليقاته على العقيدة الطحاوية قال: إنا لسنا مجسمة، إنا لسنا مجسمة، وإنما العبد يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. انتهى الموضوع. قال الرحمن على العرش استوى، تقول استوى خلاص. قال لك استوى معناه شنو؟ تقول زي ما قال مجاهد في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء، قال استوى أي علا على العرش، علا على العرش. انتهى الموضوع. ومجاهد درس على ابن عباس، وابن عباس درس على منه؟ رسول عليه الصلاة والسلام. والرسول علمه منه؟ شديد القوى. وشديد القوى علمه منه؟ الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده ما واضح؟ واضح، لكن هذه القصة طويلة والله الذي لا إله غيره. طيب الله، عشان كده شوف الإمام محمد أمان الجامي، ويا ريت لو الشباب بيسمعوا تسجيلاته، يا ريت لو بيسمعوا تسجيلاته عشان يستفيدوا، ما تضيع زمنك ساي والله. اسمع يا اخي التسجيلات، خش النت، نزل الكتب والشروحات العلمية. محمد أمان الجامي قال: هؤلاء يردون على الله، بيردوا على الله. الله بيقول الرحمن على العرش استوى، بيقولوا لم يستوي، معناه بردوا على منو؟ على الله سبحانه وتعالى. طيب، ده كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعال شوف الصوفية بيقولوا عن الله شنو. لا، ما ذكرت لك بعد ده تاني اللي بيقول ابن تيمية ده مجسم، اللي شيت حيله بعدين قدام، لأنه نحن في النهاية بينا من كتابه، ده كتابه اللي ألفه أو كتب الفتاوى، بعد ذاك في ناس جو جمعوها. طيب، تعال شوف الصوفية بيقولوا شنو. ده كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، قال في الجزء الثاني صفحة 107، ده الشعراني مدح البرعي، قالوا سيدي الشعراني الناشر لعلم الله، ده برعي القوم. طيب، قال صفحة 107، بعدين بيجوك يقول لك دسوا على حاجات بعد انتهي، بوريك النازل كذب ساي. لو قالوا دسوا عليه لسه الصوفية بتنقل من الكتاب ده، لسه امش راجع كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، بينقلوا لسه من الكتاب ده، وبينقلوا الضلال ذاته، من الضلال ذاته. كيف يقولوا دسوا؟ ولو دسوا ديل بينقلوا الضلال وبيعتقدوه، وإلا كتبوه في كتاب في كتبهم. طيب، قال صفحة 107، تأليف أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد ابن علي الأنصاري الشافعي المصري أو المصري المعروف بالشعراني. طيب، قال في ترجمة محمد الحضري
قال وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أو السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة الحضري ده، قال فسألوه الخطبة، قال يا شيخ كذا الدين خطبة، فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. رأيك شنو؟ فقال الناس كفر، فسل السيف، قالوا له كفر، قال فسل السيف ونزل، فهرب الناس كلهم من الجامع، فجلس عند المنبر إلى أذان العصر، قاعد فوق ليه أذان العصر؟ وده إن قاعد فوق إن قاعد تحت ده ما عنده شغلة، والله تعبان زاو زول بيقول الله إبليس، وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. كلام زي ده عليك الله أبو جهل قالوا، أبو لهب قالوا. طيب ده كتاب الطبقات، عليك الله يا شيخ خليل، عليك الله. هاي الكتاب اسمه الطبقات الكبرى للشعراني. طيب كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ده بتاع الشعراني. طيب ده مدح صاحب الكتاب ده، لسه بقرا لك منه الليلة، بس طول نفسك بديك والله شفتها تلقى في حاجات عجيبة جدا. هاي لا ابن تيمية خليهم، ابن تيمية ورين صفحة 184. عليك الله مش كلامه شين يا شيخ، جزاك الله خير، هاي كلامه شين مرة واحدة. طيب محمد الشربيني ده كمان صفحة 135 136 من الكتاب ده، ده الشربيني ده رجع ملك المود عديل كذي رجعه، قال والله ناس عجيبين. 135 136. طيب قال ومنهم الشيخ محمد الشربيني في الجزء الثاني، قال رحمه الله تعالى شيخ طائفة الفقراء بالشرقية، كان من أرباب الأحوال والمكاشفات، وكان رضي الله عنه يتكلم على سائر أقطار الأرض كأنه تربى فيها، ورأيته مرة وهو لابس بشتا من ليف وعمامته ليفة أو ليف. طيب قال ولما ضعف ولده أحمد، ولد الشيخ ده محمد الشربيني ده بتاع الصوفية، وده جايبه عبد المحمود بن الدائم في أزاهير الرياض، جايبه كرامة إنه الأولياء بيحيوا الموتى، والأولياء ديل يرد عديل ملك الموت. قال شنو؟ ولما ضعف ولده أحمد ولد الشيخ وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه، قال له الشيخ، قال لي عزرائيل شنو؟ ارجع إلى ربي. نحن بنقول ما بنقول عزرائيل، بيقول كما قال الله تعالى قل يتوفاكم شنو؟ ملك الموت، بنسميه ملك الموت. طيب قال ولما ضعف ولد أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحي، قال له الشيخ ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ. فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعفة، وعاش بعدها 30 عاما. يا ناس أيوة الله قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الصوفي برجع ملك الموت عديل، قال عديل كذي لسه مش قدام. قال وكان رضي الله عنه يقول للعصا التي كانت معه كوني إنسانا فتكون إنسانا، ويرسلها تقضي الحوائج ثم تعود كما كانت، وكراماته كثيرة. عصايا بقول لا أبقى إنسان، تبقى إنسان، أمشي السوق جيبي ما بعرف ملح بطماطم، تمشي تجيبه وتجي، والله الذي لا إله ده الكتاب ده، وفيه كلام قلة أدب ما دار أجيبه، لأنه نحن الآن خلي كلام القلة، في كلام يا عم أنا قلة أدب مش نخليه، نمشي الكتاب البعض ده كتاب القادرية، ده بتاع القادرية أكبر طريقة في الرفاعة دي بتاعت شيخ عبد الله، كلهم على ضلال، دار تفتح بلاغة مش افتح بلاغة، دار تجيب ناظر جيب، دار تعمل أي شيء سويه، جاهزين لأي شيء ما في أي مشكلة. تاني في شنو؟ ناس يرجفوا ده يا أخي
ردوا علينا واحد من الحزبيين المرضى ذيل هنا دي هنا، قال نحن مالنا وماله، يقول الله، يقول هو الله ولا ما يقول، مالنا وماله، دي تربيتك؟ ماسكينك جامع ما تكشف التوحيد اخ، ما تبين التوحيد، بين العقيده يا اخي، تقول نحن مالنا وماله؟ قال ولا ما قال؟ كيرتشا ده انا ما سمعتها منه مباشره، قال كيرتشا ده، انا قال لي الان اخونا كيرتشا ده. وما بستغرب زول يا اخي البدع، والله في شاب استقام جديد في الرفاعه دي استقام، قال لي عندنا زول توفى، قال لي الجماعه كلهم جو يشيلوا في الفاتحه البدعه دي، الفاتحه ما بدعه في الشريعه، الرسول ما عملها صلى الله عليه وسلم، بيقول عملها يجيب لنا دليل، ما عمل بدعه، قال يشيلوا في الفاتحه، قال انا ابيت اشيلها، قال جا كشه هدف جامعه، رضي من رضي وابى من ابى، انت تعصب للحق او يتمسك بالحق ما تتعصب للاشخاص، جاء قال لي كشه دي طوالي، قال شاله معاي طوالي، قال شاله كذي، قلت له الشيخ كيف؟ قال لي بالوجهين، قال طوالي كشحتها معاه، اكشحوها بعدين بيشوفوا الحاصل، هو الحمد لله الواد الشاب ده عرف الحق وخلاه، قال لي بقيت خجلان ذاته من اهاليل ما شلت منه معاهم ذيل، عليك الله دي ده زول يأصل لناس السنه والتوحيد، يحاربك انت يسميك، انا سماني باسمي يا استاذ احمد البدوي، انت ماجستير في المطاعنه والبرعي الاساء لي الله، ما يقدر البرعي، ما يقدر كشه يرد عليه، بيقدر بكره اقول له يرد على البرعي، هسي تتعصب له وقول له بكره رد الصبح على البرعي، ما بيقدر ما بيقدر، وده جامعه نسأل الله العافيه، يدفرك ليه هنا؟ وليه هنا كذي؟ ليه الباب؟ قلت له الجامع ده شوف انا ما مسكين، الجامع ده شوف ده مش بيت بنوا لي الله، المربع ده البناو تاني ما عنده حق، البناو خلاص بنا مرق لي الله خلاص، سواء العاكف فيه والباد، ده البيت الحرام، خلي بيتك ده، خلي بيت المسجد ده، سواء العاكف فيه والباد، كله نجوم العاكف القاعد فيه والحول او القاعد فيه والملازم له والباد اللي بيجي من الباديه، سواء كلهم سواء ما بنوا لهم كلهم يجوا يصلوا فيه، خلي اخده مربع والى الله المشتكى. طيب ده كتاب القادريه صفحة 63 ل 65، دي الطريقة القادرية، هنا قال علموا الناس، قال الدين، قال ده كتاب، والله الذي لا يرغب الصوفية دل عليه ضلال، فليبلغ الشاهد الغائب. طيب قال صفحة 63، ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت، تأليف الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري، الناشر شركة القدس للنشر والتوزيع، عشان ما يقول لك حرفتوه، 8 شارع جوهر الدراسة القاهرة، تلفون اتصل بهم قول لهم جاكم وهابية حرفوه، اتصل بهم شوف الحاصل شنو، 259 32 0 57، ده التلفون اتصل بهم يتأكد، يا أخي حرف كتاب، أنا نلاقي قروش أطبع كتاب بحرف كتب الصوفية ولا ببين لناس التوحيد والسنة. طيب الله يتقبل، قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، ما كذابين الناس رمل الأرض، قال رملة بعرفها كم، قال كم، ولي نشأة في الحب من، قال وأعلم علم الله يحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي، ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري سرى في الكون من قبل نشأتي، ولك سر وما سر، ما في سر، عندك الشياطين قولوا النصيحة، ما تغشوا الناس، هاي الدين فيه سر، هذا القرآن كامل والسنة قاع فيه، وينو سر، وينو سر شنو، وينو السر، كتاب فصلت آياته عديل، رب العزة والجلال قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة، وين السر؟ وين السر؟ وما على الرسول إلا البلاغ شنو؟ المبين، المبين يعني شنو؟ واضح مبين، وين السر في الدين؟ أي وسر إذا غلبتنا الشغلة عمنا الناس غلبتهم، إن شاء الله مجوبك زاهي نزل الله العافية. طيب قال وسري في العليا بنور محمد
فكنا بسر الله قبل النبوة ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. وقالوا فأنت القطب، قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي. فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكة. شوف النجرة دي ما كبيرة، أصبر لسه. والله يا عم أنا متكيف منك جدا، والله الليلة كيفتني، في ناس زعلوني لقيت تكيفتني جدا، جزاك الله خير. لا ابن تيمية انتهينا من بس تبرد نفسك الشيء. طيب عم أنا ده والله كيفنا جدا والله، جزاك الله خير يا عم. طيب قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ده مو الجامع. قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. لسه أصبر شوية. قال مريدي الأذان جاء، الموضوع ده ما طويل، والأذان جاء سريع، الله يتقبل. أنا كنت دار أمشي الجامع ذاك، لكن ناخد شوية ونمشي الجامع ذاك، نتم الكشف هناك بالميكروفون إن شاء الله، الله يتقبل. قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا، إذا كنت في هم أغيثك بهمتي، إذا كنت في هم أغيثك بهمتي، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا. أنت تتمسك بشنو؟ أيوة تتمسك بالكتاب والسنة وتكون ثقتك في الله عظيمة، تمسك في الله قوي إذا صح التعبير، تمسك في الله قوي إذا صح التعبير. طيب قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. ما كذاب الزلة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ شنو لله. وفي باقي أبيات شينة جدا وكلام سيء جدا والكلام يطول، لكن تعرف إنه التصوف ده عليه ضلال والله، علم الغيب خشوا فيه والله. قال البرع قوماك نزاور، الأولي الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما قال منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. والله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. عشان كذا الصوفية، المرة الصوفية البليدة لما انت روح منها شي طوالي تجر للشيخ، أبوي الشيخ شوف ليه رايحة وين، والشيخ ذاته رايح ما عارف الطريق، أعرف لك شنو يا زول، ده كلام باطل. الله قال وما كان الله ليطلعكم شنو على الغيب. الصوفية قول كباشي كم أدى ولد، ده البرع قال كذي، في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل، تقول شغال في الموية، قال يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. كباشي بدي طفل يا عمنا، والله الموضوع ده خطير جدا. الله قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن شنو خالقون. برع القوم يقول إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. جات مصيبة نادي إسماعيل، وإسماعيل بنجي من المصائب. الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عشان كده الصوفية رب الناس تربية سيئة، أي شيء يتعلق بغير الله. في الحليفة دي يقول لك وحات النبي، وحات جناي، وحات شنو، ما ربون على التوحيد، ويجي يقسمك يقول لك عليك النبي. أي وحات شيخي، قال شغلة جايطة يا ناس وناس، والزول لله أداه يعني نعمة يحركها في الدين، ودي رسالة نحن نقولها لكشة ولغيره، وعشان يعرف انه شغلتنا دي ما انتقام ولا غيره. يا اخي توب لربك وارجع لمولاك، اتعلم العلم النافع،
نصحناه قبل كده قلت له جيب الكتب، جيب الوصول الثلاثة، جيب المتن وجيب شرح العثيمين، ما تشرح من راسك تنجر ساي، كل مرة جايب لنا نجرة جديدة. أشرح شرح العلماء، علم الشباب الدين، علمنا التوحيد، 20 سنة في المسجد قبال الصبح، أنا بعد الصبح سامعه. علم الناس العقيدة يا صوفية، شغالين في البلد يا أخي لأسابيع، يخرجوا ناس 100 طالب يخرجوا بعقيدة فاسدة. أسألكم بالله لو 100 ديل أي واحد خش غرية دي مش 100 غرية غضبت الله؟ شرك بالله تعالى. وده قاعد هنا ميكروفونات أقوى الميكروفونات في رفاع. جيب يا أخي كتاب التوحيد أشرحه للناس، جيب كتب السنة بينا للناس، رد على الحزبيين اللي بيمشوا للصوفية زي إسماعيل عثمان، واللي بيمشوا يشكروا الترابي زي ياسر داك أمين بتاع الجماعة السياسي، واللي بيقولوا بنحب البرعي، كلهم جيبهم رد عليهم بين الحق. ربي الشباب على القوة يا أخي، ربيهم على العقيدة الصحيحة، ربيهم على المنهج القويم، خليهم البلد دي يقوموها على كراع واحد على أهل الصوفية وعوام مساكين فيهم خير في البلد دي، ما لاقين عقيدة صحيحة. وللأسف عادي كنا ليه الميكروفون يتقفل؟ ليه؟ ليه يتقفل؟ الخوف من شنو؟ خايف من شنو؟ ترجف مالك؟ قال لي انت نحن عندنا مؤسسات، انت بتجينا من الخرطوم هنا، دي مؤسسات صوفية يأسسوا في الشرك وانت تأسس في مؤسسات ياتو؟ مؤسسات ياتو؟ يا ناس توبوا إلى الله، بلغوا دعوة الله، وما تطيعوا زول في معصية، ما تطيعوا في معصية، ما تبقوا زي الصوفية. شيخ قال اعملوا كذي تعملوا، والله نخشى نجي على الناس يوم نقول لهم يا سلفيين ما تعلقوا حجبات، ويا سلفيين ما تدعوا غيره، وإن كان يحتاجوا للتذكير يحتاجوا، لكن بالطريقة دي الشغلة دي ماشية في هلاك، نسأل الله العافية. فبلغوا دعوة الله. أنا ماشي المسجد داك فيه ميكروفون كان 2 ولا 3 في بيوت سمعوا التوحيد عرفوا الحاصل، وشابين عرفوا الحاصل، ولقدام الله ينصر الدعوة أكثر من كذي، والشباب يعرفوا الدعوة يبلغوها، نسأل الله العافية. والكلام يطول، وأنا أبشرك الجامع ده والله ما أخليه، والله ما أخليه. تجيب عكاز، تجيب كراعك، تجيب سكين، تجيب أي شيء، جاهزين إحنا، وصايا مكتوبة، كفن محجوز هذا قاعد ما في شيء. تاني عندك شنو؟ لقوا ناس مساكين طردوهم من الجامع ده، اشتغلوا فيهم النصائح فترة، واحد لما قال لي معليش، لا معليش ما في إلا التوب. معليش ما في إلا التوب، تاني في شنو؟ واحد تاني بيجي خلاه، ما بخليك أنا، بجيك هنا في الجامع ده، أبين دعوة الله والناس اللي فيهم خير هذول بيسمعوا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.